لذلك لن تخلو المباراة من الأهداف، سيكون فيها أهداف وسيكون فيها إثارة. سيكون في الحقيقة لو طلعت النتيجة في الحقيقة يوم غد، وأنا متأكد من الشيء هذا بفوز الأهلي، أنا متأكد أن بولوني سيكون ضحية مباراة يوم غد، مدرب الاتحاد يوم غد لو حصل أن الأهلي فاز على الاتحاد في الديربي، أنا متأكد أن بولوني سيكون ضحية لمباراة يوم غد. لكن أعيد وأكرر، سنشاهد مباراة وسهرة كروية بمشيئة الله، لأنهم يضمون في